النهاردة يا جماعة الأربع تلاتة رمضان، الأربع تلاتة رمضان أول كوبرا لسه حتى ما نقلتهاش من مكانها نهائيا. آدي أول كوبرا النهاردة يا جماعة، النهاردة تلاتة رمضان، النهاردة تلاتة رمضان. طبعا انا عايز امسكها من جزئية تانية عشان نشوفها بتشرع مع بعض، فاحنا هنثبت دماغها الاول، نثبت دماغها الاول، نحط دماغها في الارض كده، بعد كده نمسكها كده. طبعا انا كل ده بحاول ان انا اظهرها. خلونا ثانية مع بعض نحطها في الماسك عشان نبقى في الأمان، لأن هي طبعا شرسة وعمالة إيه. بصوا يا جماعة عايزة تطلن بأي طريقة. لحظة واحدة نحطها في الماسك ونرجع تاني. بس يا جماعة بصوا يا جماعة، دي النهاردة أول كوبرا برضو من على ترعة اسكندرية، ولكن إحنا بعد قرية القواتلية، إحنا قبل أبيس الأولى على طول. زي ما حضراتكم شايفين هي برضو حوالي 1.70 متر. دي اول حاجة النهاردة. طبعا احنا بنطلع كل يوم صيد في شهر رمضان تحديدا، يعني انا بطلع كل يوم، ولكن طبعا مش شرط ان انا الاقي صيد كل يوم، يعني انا ممكن الاقي صيد وممكن لا، فمش شرط ان انا الاقي صيد كل يوم. مكملين برضو مع بعض يا جماعة، ان شاء الله لو في اي حاجة هنصورها لحضراتكم. يا جماعة الكوبرا الوحيدة اللي اصطدناها النهاردة، طبعا هي انثى قربنا بالسم، بطولها تقريبا حوالي 1.70 متر او تعدي 1.70 متر. دي الوحيدة اللي احنا اصطدناها النهاردة. طبعا احنا زي ما قلنا قبل كده يا جماعة، احنا في شهر رمضان بنطلع يوميا على ترع اسكندرية هنا، لان الكوبر اليومين دول يعني موسم التزاوج، ده طبيعي. فمع موسم التزاوج الكوبر كده كده طبيعي ان هي بتطلع عشان خاطر تاخد شمس وعشان تبحث برضو عن التزاوج. خلاص بالسم برضه نشوف الانياب بتاعتها. تعالى هنا بالسم. بصوا يا جماعه دي هنا كده بيبقى عندها ناب هنا وعندها ناب هنا. تقريبا 1.75 متر. تعال